حطت طائرة عسكرية تقيل 163 لاجئا سوريا في وقت متأخر من يوم أمس في تورنتو، حيث كان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في استقبالهم، مفتتحة بذلك عملية لنقل آلاف من هؤلاء المهاجرين إلى كندا. وحطت الطائرة التي تستخدم عادة لنقل الجنود في مطار تورنتو قادمة من بيروت بعد توقف تقني في ألمانيا، وأصبحت كندا أول بلد في أمريكا الشمالية يفتح حدوده للاجئين السوريين. Tonight they step off the plane as refugees. يخرجون من الطائرة هذا المساء لاجئين، وسيخرجون من المطار مقيمين دائمين في كندا ومزودين برقم للضمان الاجتماعي وبطاقة صحية وإمكانية أن يصبحوا كنديين بالكامل. هذا هو الشيء الذي نستطيع القيام به هنا في كندا، حيث لا نفرق بلون البشرة أو اللغة أو الدين أو الخلفية. إن كندا تعتبر استقبال اللاجئين ومنحهم مستقبلا أفضل يشكل مصدر قوة، فنحن هنا نتقاسم مجموعة من القيم والتطلعات والآمال، ليس في كندا فقط ولكننا نشاركها مع العالم أجمع. ومشاهدين معنا عبر الهاتف من تورنتو الكندية الصحفية غالية بداوي. سيدة غالية مساء الخير، أهلا بك معنا. من خلال معلوماتك واطلاعك، الإجراءات المتبعة مع هؤلاء اللاجئين منذ وصولهم إلى كندا وحتى توزيعهم على أماكن اللجوء، مراكز اللجوء طبعا. اهلا فيك، مساء الخير. طبعا هم وصلوا امبارح بعد منتصف الليل، وكان مثل ما ذكرت رئيس الوزراء بانتظارهم. اول الاجراءات ابتدات بالمطار، حيث كان في اعطاء الاقامات الدائمه بالمطار، اعطاء رقم الضمان الاجتماعي. رقم الضمان الاجتماعي لم يعطى لهم كلاجئين وانما كمقيمين دائمين بكندا، هذا يعني انه لهم الحق يقدموا على جنسيه بعد 5 سنوات. وكمان كان في زاوية لتوزيع الملابس الشتوية والبواط وكل ما يحتاجوه هنا بكندا. بعدين تم فرضهم لأوتيلات. اليوم هلأ حالياً هم عم يلتقوا بمراكز مع الكفلاء الخاصين بهم، لأنه الطيارة الأولى اللي وصلت هي عبارة عن كفالات خاصة، منا كفالات حكومية. كفالة خاصة يعني بيكون في أشخاص أو منظمات كندية دفعت مبلغ من المال لحتى تستقبل السوريين وتستضيفهم بالبلد. فهن هلا حاليا عم يلتقوا مع كفلائهم الخاصين اللي هم ما بيعرفون، فعم يتعرفوا عليهم وعم يشوفوا مين هالاشخاص اللي نحن كنا بانتظارهم. نعم، اغلبهم هم اسر السوريون سيده غاليه ام هم افراد؟ غالبا اسر. كان من المعايير انه تكون اسره وانه تكون بحاجه جدا لانه تطلع برات دول اللجوء، انه توصل لمكان تستقر فيه. وشفنا عدد كبير من الاطفال اللي وصلوا امبارح. اذا افهم من كلام حضرتك انه كندا قدمت لهؤلاء السوريين تسهيلات اكثر من بقيه الدول التي فتحت ابوابها امام اللاجئين السوريين ايضا؟ هلا انا عم بسمع كثير بكندا جمله عم بيكرروها الكنديين، انه نحن اليوم فخورين جدا بكوننا كنديين، لانه ما بكفي التسهيلات، منا كافيه، منا معيار واحد، وانما حراره الاستقبال هي ممكن تعبر عن الفرق بين اللي عملته كندا وباقي الدول. كان في حراره استقبال يعني ما بقدر. هناك تفاعل من قبل الكنديين مع اللاجئين السوريين؟ عفوا، اذا كان هناك تفاعل وترحيب من قبل الكنديين للاجئين السوريين؟ في تفاعل جدا 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 كبير، في جروب على مواقع التواصل الاجتماعي، اشخاص بحياتهم ما شافوا سوريا على الخريطه وانما حابين يطلعوا على المطار بس لحتى يرحبوا بالسوريين، يقولوا لهم انتم وصلتوا لمكان امن وانتم مرحب فيكم بهالبلد. شكرا جزيلا لك، حدثتنا من تورنتو الكندية الصحفية غالية بداوي.